أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قال لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 13 أكتوبر 2023 إن قادة حماس في الدوحة لم يعرفوا أي شيء مسبقاً عن هجمات 7 أكتوبر. من الممكن أن يكون السنوار قد فعل ذلك بمفرده. قال بلينكن للأمير: نحن الآن بحاجة لقناة تفاوض مع حماس، ولكن بعد الحرب لا يجب أن تبقى الأمور كما كانت، يقصد لا يجب أن تبقى حماس في الدوحة. فأجابه الأمير: أعرف ذلك، علاقتنا بأمريكا مهمة. في حين قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن على حماس فهم أن لا أحد يقبل ما فعلوه، وهنا يقصد طوفان الأقصى. خذ هذا التصريح من وزير الخارجية القطري، والذي تم نشره في سنة 2022، أي قبل سنتين فقط، في جريدة القبس الكويتية. استمع جيدا وركز مع كل جملة سيقولها. أولا أن إحنا كنا بنريد نستقوي، لا، كنا نريد التكتيك اللي استعملوه الآن الناس اللي يعملون علاقات مع إسرائيل بعد 20 سنة من ذاك الوقت. كان تكتيك. بدأتوا في مبكر. بدأنا في مبكر ولهدف معين، ولما وصلنا للهدف المعين كان موقفنا واضح في قضية. سكرنا المكتب في أول تصادم مع الإسرائيليين لما حصل اجتياح غزة 2008. أي، فما حد يقدر يزايد علينا. نستقوي، لا، كنا نريد أطراف في أمريكا معانا، نعم، كنا نريد رسالة، كنا نريد صوت معين في الكونغرس، والصوت الإسرائيلي مهم بصراحة في الكونغرس، والصوت الإسرائيلي مهم بصراحة في الكونغرس، كنا محتاجينه، وبسبب الضغط اللي علينا في 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 محيطنا كان هذا جزء من احتياجاتنا حتى خططنا ما تتعرقل تمشي في 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 البلد. وهذه هي السياسة، هناك خطة تنمية جريئة، هناك خطة إعلامية، هناك خطة تعليمية، هناك خطة صحية. فعشان تسوي هذا مع كل الضغط اللي عليك تحتاج تخفف الضغط. تفكيك الضغط كان جزء منه بكل أمانة، أنه خلق علاقات، بالإضافة إلى أن كان هناك مؤتمر مدريد وكان هناك في زخم، اتفاقية وادي عربة وقعت، الفلسطينيين يتفاوضون في 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 يوم في واشنطن، يوم في طابة، يوم في 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 مصر، يوم في الدول العربية. فكان في هناك حركة موجودة تبرر حركتنا في علاقتنا مع إسرائيل المدروسة والمحدودة في 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 ذاك الوقت. فكلامك اللي ذكرته أنت بصراحة في ذلك الوقت كان ذلك العلاقة مع إسرائيل تزلفا وتقربا من أمريكا. أنا قلت لك مش ما بحطها في هذا الكاتيجوري، حطيت لك في كاتيجوري المصالح، مش تزلفا ولا حطيت لك في 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 كاتيجوري المصالح في ذاك الوقت. أيوة، قلتش حاجة أنا بقى؟ اسكت يا سيد، هو اللي بيقول.